السؤال وش معناها؟ هنا أول حاجة هذه المادة يعني اللي سكرناهم كل ما عدا النقطة الأولى تاع دسترة الحراك راهي مليحة، وخطاب الكراهية وتكلمنا فيه من قبل، الباقي الأخر كله كلام عام يعني ما يهمكمش. نروحوا للنقطة اللي تهمنا أخا الإخوة أو الأمازيغ وخاصة القبائل. الأمازيغ وخاصة القبائل، أنه أصبح بموجب هذا المسودة أن اللغة الأمازيغية أصبحت مادة صماء، مادة صماء. أنا تابعت بعض الصفحات خاصة الصفحات المعادية للغة الأمازيغية، يقول أنا سوف أنتخب، لا أنتخب هذا الدستور أو مسودة هذا الدستور، لأنه أصبحت اللغة الأمازيغية لغة رسمية. لا حبيبي صح النوم، اللغة الأمازيغية راهي لغة وطنية ورسمية منذ 2016. منذ 2016 اللغة الأمازيغية في المادة 4 تقول التمازيغ هي لغة وطنية ورسمية منذ 2016. يعني وطنية ورسمية. يعني وش معناها؟ تقول لي وش معناها رسمية؟ يعني السيد عبد المجيد تبوني حب كيدير يوجه خطاب للأمة، خطاب وحبوا يقولوا بالعربية ولا يقولوا بالأمازيغية هو حر. يعني هكذا باش نتكلموا، هذا وش معناها رسمية؟ يعني تشوفوا عبد المجيد تبون البارح ولا البارحتين كي دار كونفرنس، فيديو كونفرنس مع عدم الانحياز، تكلم بالعربية. هنا من حقه ايضا انه يتكلم بالامازيغيه، واحد ما يساله وما يجيش لش اي انسان يحتج عليه، يروح يتلاقى مع ترامب ولا بوتين ولا ميركل ولا اكسترا، قال انا اثناء الاجابه على الاسئله تاع الصحفيين يبدا يتكلم بالامازيغيه كلغه رسميه من 2016 هذه الماده. الان واش زاد ضاف لها النظام او السيد عبد المجيد تبون؟ واش ضاف لها؟ ضاف لها قلبها ماده صماء. راح تقول لي وش معناها هذه صماء، وخاصة خوتنا القبائل ممكن ما يفهموش وش معناها الكلمة بالعربية مادة صماء، يعني المادة في الدستور ما تتغيرش إلى الأبد، مثلها مثل العربية، مثل الإسلام، مثل النشيد الوطني، مثل النظام الجمهوري، مثل النشيد الجزائري، ومثل العهدتين، يعني 5+5، رئيس الجمهورية ما عادش عنده يدير 4 عهدات وخمسة عهدات كما كان يدير بوتفليقة. يعني هذم هما المواد ما يتغيروش في اي دستور، الخمسه ولا السته نقاط اللي ذكرتهم. زدنا ضفنا ليهم نقطه سابعه، هي ان اللغه الامازيغيه لغه لا تتغير في اي دستور، تصبح ماده لا تتغير في اي دستور، مثلها مثل العربيه، مثل الاسلام، مثل العهدتين، مثل النشيد الوطني، مثل يعني ماده سما ما تتغيرش. يعني كي يجي اي رئيس مستقبلا يحب يغير هذا الدستور حسب هذا الدستور، الشعب مش طلب هذا الدستور او طلب دستور اخر، لكن حسب هذا الدستور يجي رئيس واحد اخر يحب يغير اي حاجه الا اللغه الامازيغيه والعربيه والاسلام والنشيد الوطني والعهدتين ما يمسهمش. الماده 212 يعني هزينا الماده 4 تاع الدستور اللي هي تقول الامازيغيه لغه وطنيه ورسميه، هزيناها ودخلناها في الماده 212. 212 تقول المواد التي لا تتغير في الدستور هي هذه اللي كنت نسمي فيها من ضرك، ضفنا لها اللغه الامازيغيه، وكانه النظام طلع في الجراد للامازيغيه، يعني زاد طلع لها في الوحده، كانت مانيش عارف كان جنرال ولا جنرال ماجور ولا اكثر ولا فريق، الان ولات فريق، يعني انه اصبحت ماده سماء ما تغيرش في الدستور، ولا انسان عنده الحق يغير هذه الماده ايضا. وهذا انا بالنسبه لي هو استدراج لاخوتنا القبائل، انا رايي الخاصه هو استدراج لاخوتنا القبائل او الامازيغ حتى يهبون هبة واحدة من أجل التصويت على هذا الدستور. قال قلب لنا الدستور الأمازيغية لغة مادة صماء، يعني حتى يعترفوا بشرعيته هكذا لا أكثر، يريد بجعل اللغة الأمازيغية مادة صماء، يعني أنه يريد استدراج الأمازيغ وخاصة القبائل الاعتراف بشرعية عبد المجيد تبون لا أكثر ولا أقل فقط. وهو عارف
باللي ما دام القبائل مش معترفين بشرعيته، يعني راهو عارف باللي راهو عنده نصف شرعية، شرعيته مش كاملة، وهو عارف وعي وقوة القبائل، يعرف وعي وقوة القبائل، ويعرف عندما يعترفون أو لا يعترفون به إخوتنا الأمازيغ وخاصة القبائل. لذلك هو استدراج لهم، يعني كما نقولوا يعطيهم هكذا اللامسون، أو يعطيهم السنارة كما الحوت، يحاب يصيدهم، أوب يروحوا ينتخبوا، خاطرك شو درت لكم اللغة الأمازيغية لغة صماء، مادة صماء، إذا لازم تنتخبوا عليا. هذا هو المقصود من هذه النقطة الثانية.